ازيكم يا جماعه؟ النهارده في ستيفلر رياكشن جديد هنا على هوم سينما. رجعنا نعمل فيديو ستيفلر رياكشن جديد، وهو هنعمل النهارده تريلر رياكشن لمسلسل اللعبه الجزء الثاني ليفل الوحش. التريلر ده كان نزل من فتره كبيره، مع الاسف انا ما اتفرجتش على تريلر ولا مره، وكنت عارف ان هو نزل بس انا الفتره اللي فاتت كنت مشغول شويه، انا اسف، على الرغم ان انا كل يوم عمال بنزل في فيديوهات، بس انا الفيديوهات دي انا مصورها تقريبا من 4 ايام، فالفتره اللي فاتت معلش كنت مشغول شويه. حاليا كنت يعني الفتره اللي فاتت بقى لي كام يوم كده كنت عمال بتفرج على كذا فيلم اللي احنا كنا اتكلمنا عليه في فيديو من الفيديوهات اللي فاتت على موضوع ان احنا هنعمل لهم ريفيو. شفت كده كام فيلم، فان شاء الله باذن الله المراجعه بتاعتهم هتنزل لحد ما اتفرج يعني على باقي الافلام. مسلسل اللعبه النهارده التريلر بتاعه نزل تقريبا من اسبوع، هينزل بكره يوم 24 يناير. النهارده 23 يناير بصور التريلر رياكشن، قلت لازم انزل التريلر رياكشن بتاعه قبل ما هنزله، سوري قبل ما هتفرج على المسلسل. مسلسل اللعبة أنا كان بالنسبة لي أفضل مسلسل في رمضان السنة اللي فاتت، بس هو كان نازل قبل رمضان، الجزء الأولاني كان نازل قبل رمضان، بس أنا ما اتفرجتش عليه لما نزل قبل رمضان، أنا اتفرجت عليه في وقت رمضان أو قبلها بكام يوم حاجة زي كده، أو قبل ما رمضان ما هيبدأ، فأنا اعتبرته أن هو من مسلسلات رمضان وعطيته أحسن مسلسل من وجهة نظري الشخصية في رمضان 2020. أتمنى بصراحة أن الجزء ده يبقى في نفس المستوى بتاع الجزء اللي فات بتاع مسلسل اللعبة. الكاست ليست هو هشام ماجد وشيكو اللي هو مازو يعني ووسيم، ومعانا نفس الكاست ميرنا جميل ومي كساب ومحمد ثروت وسامي مغاوري وأحمد فتحي، نفس الكاست. الكاست الحد الوحيد أو البني آدمة الوحيدة أو الممثلة الوحيدة اللي هتضاف للكاست اللي احنا عارفينها رانيا يوسف قدامي هنا في الكاست ليست، واختيار غريب قوي من ان هم يحطوا رانيا يوسف في المسلسل ده. أنا من وجهة نظري شايف ان هي مش هتليق يعني، بس ربنا يسهل. المسلسل من تأليف أحمد سعد والي ومن إخراج معتز التوني. الله أعلم هل هتظهر في التريلر ولا لا، بس أكيد احتمال كبير هتظهر في التريلر. طبعا كالعادة ما شفتش مسلسل اللعبة ليفل الوحش التريلر بتاعه هنشوفه معاكم دلوقتي الأول مرة هنا على ستيفلر رياكشن على هوم سينما. يلا بينا. ربنا خلق ناس عشان تبقى موظفين وناس عشان تبقى لعيبة. أخيراً اتجمعنا تاني يا رجالة، 24 ساعة ما نضحكش. سمك أخوك ابن حميدو وأنا أحمد رمزي. بيجامة دي ولا غطا عربية ولا أنا غير كل دول خالص، دول 128 لكن أنا الجاكور. لازم أعرف مفتاح دخول قلبها إيه قبل ما مازو يحصل عليه. وانزل بالمازو شيك. وصل الاسطوره. لو حد عرف ان ما بيننا هتبقى فضيحه. واي فضيحه؟ ارقص. احنا عايزين نعمل فضيحه كبيره قوي. كبيره تبقى ها الملعب جاهز ومازو في انتظارك. مازو ايه؟ مش مازو ده اللي بياخد على ايه؟ ها اوكي يا جماعه، مسلسل اللعبه ليفل 2 ليفل الوحش او ليفل 2 يعني هينزل على منصه شاهد في اي بي، هينزل يوم 24 يناير اللي هو هيبقى بكرة. أنا بصور الحلقة دي النهاردة، أتمنى أن أنا أقدر أخلص الحلقة النهاردة ومنتجها النهاردة وأنزلها النهاردة، أتمنى يعني. هل هينزل إمتى بكرة؟ بصراحة أنا معرفش هينزل الساعة كام بالظبط، برضو أنا معرفش هل هينزل بعد النهاردة بعد الساعة 12 بالليل ولا لا. أنا تعقيبي الوحيد اللي عايز أقوله على المسلسل هو انا عايز اعرف دلوقتي حاجه، هي رانيا يوسف يعني تعتبر ايه؟ يعني هي ميشن مفروض هم يعملوها عشان واحد منهم يتجوزها، بس انا عايز اسال سؤال عشان لو اللي في دماغي صح بجد هتضايق قوي من المسلسل. هو الجزء الاولاني اللي كان المسلسل الجزء الاولاني كان حلو جدا، واللي كان حلو فيه ان كل حلقه فيه تحدي، وده اكتر حاجه عجبتني بصراحه. هل بقى الموسم ده التركيز كله على رانيا يوسف؟ لان بصراحة لو الحوار كده هيبقى يعني صباح النفخ، لان برضو لما جيت اتفرجت على التريلر دلوقتي يعني وانا بتفرج على التريلر لقيت كذا حاجة شدتني، ان في كذا تحدي، يعني في كذا تحدي منهم في فضيحة، وفي منهم كان هشام ماجد تقريبا كان بيلعب بوكس حاجة شبيهة شوية الفايت كلاب كده، وكان في كذا تحدي. هو تقريبا انا اتمنى ان رانيا يوسف تبقى
تحدي واحد من التحديات اللي هم هيعملوها في المسلسل. رانيا يوسف بصراحة لو استمرت من الحلقة الأولى لحد الحلقة الأخيرة بصراحة هتبقى حاجة مش لذيذة خالص أنا من وجهة نظر يعني، وبصراحة مع كامل الاحترام ليها بس أنا يعني مش بحب الكوميديا بتاعتها، أو أنا من وجهة نظري شايف إن هي مش هتعرف تقدم كوميديا كويسة يعني في المسلسل، وبرضو مع كامل الاحترام أنا حاسس إن هي ملاش أي لازمة في المسلسل خالص نهائي يعني. أنا سيزون 1 بصراحة كان حلو جدا، اعتراضي كله على سيزون 1 هي كانت مي كساب، أنا مع الأسف أنا ما عجبنيش تمثيل مي كساب خالص، وأكتر دور حرفيا ما عجبنيش في المسلسل خالص. سيزون 1 يعني طبعا شيكو وهشام ماجد توب، محمد ثروت توب، بيومي فؤاد توب، سامي مغاوري حتى سامي مغاوري دوره كان حلو جدا، عارف عبد الرسول دوره كان حلو جدا، ميرنا جميل دوره كان حلو جدا، احمد فتحي دوره كان حلو جدا. الجزء الثاني اتمنى ان هو يكون يعني الجزء الثاني اتمنى بجد ان هو يكون بنفس الدرجه الفشيخه بتاعت الجزء الاولاني، لان بصراحه المسلسل بتاع الجزء الاولاني ده كان حاجه في منتهى الجمدان يعني. انا بجد يعني بقالي حرفيا كتير قوي في رمضان السنه اللي فاتت ما ضحكتش كده بجد يعني، انا وحشتني الكوميديا بتاعت مسلسلات رمضان، لان السنه اللي فاتت في مسلسلات رمضان على ما اتذكر كان الكوميديا كانت وحشه جدا جدا جدا، ما كانش فيه غير تقريبا رجاله البيت بتاع احمد فتحي سوري احمد فتحي احمد فهمي واكرم حسني، وكان في ايه تاني انا حتى مش فاكر، واتنين في الصندوق يعني مش الكوميديا اللي انا عايزها يعني، مش الكوميديا اللي احنا متعودين عليها. فالكوميديا بتاعت مسلسل اللعبة اللي كان موجودة السنة اللي فاتت كانت حاجة يعني صباح العظمة يعني. فأنا بصراحة أتمنى بصراحة إن المسلسل ده يكون بنفس درجة الجزء الأولاني، لأن الجزء الأولاني كان بصراحة كان معدي بكل تأكيد يعني. وبصراحة أنا ما أعرفش هو إذا كان حيبقى 30 حلقة أو حيبقى 15 حلقة، بس أنا من وجهة نظري شايف أنا بحب فكرة إن المسلسل يبقى 15 حلقة وبعشق كده. وفي نقطة برضو هنتكلم عليها في حلقة لوحدها بالنسبة لدي مسلسلات رمضان، في مسلسلات السنة دي هتبقى 15 حلقة، ومنها مسلسل يوسف الشريف قابض 25 ده هيبقى 15 حلقة بس مش 30، فدي حاجة برضو حلوة جدا ان شاء الله بإذن الله. برضو هعمل حلقة لوحدها على مسلسلات رمضان بتاعت 2021 هنتكلم كده في شوية حاجات ان شاء الله. انا بصراحه انا بحب نوعيه المسلسلات اللي تبقى 15 حلقه اللي هو بيبقى في الانجاز مش 30 حلقه، بس المسلسل ده بالذات لان عجبني جدا الجزء الاولاني اتمنى ان هو يبقى 30 حلقه بصراحه يعني، لان نوعيه المسلسلات دي ما بيبقاش فيها مط، لان كل حلقه بيبقى فيها حاجه، وكل حلقه بيبقى فيها تحدي، وكل حلقه بيبقى فيها كوميديا جميله ولذيذه ودمها مش تقيل خالص. فده المسلسل الوحيد اللي انا اتمنى ان هو يبقى 30 حلقه، عشان بجد يعني انا مسلسل الجزء الاولاني لما خلص اتفرجت عليه تاني وقعدت اشوف منه كذا حاجه وبصراحه قتلني ضحك. فانا اتمنى بصراحه المسلسل ده ما يخيبش ظني، انا نسبه ترقبي ليه مسلسل اللعبه الجزء الثاني او الليفل الوحش هو 9/10. بس ما عنديش اي حاجه تانية اقولها عن مسلسل اللعبه، اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله، اشوفكم في فيديوهات تانية قريب، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، ما تنسوش برضو تعملوا لي سبسكرايب للشانل التانية اللي اسمها هوم الون، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن، ولو حابين تعملوا لي فولو على فيسبوك وتويتر وانستغرام برضو هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن، وباي باي.